لاعب الاتفاق، طالما حكينا على الاتفاق والمنتخب التونسي، نعيم السليتي قال لمراسلنا طلال غامدي انه فريقه الاتفاق عاد بتو جديد بعد استئناف الدوري رغم انه الاصابات ابعدته عن مستواه الحقيقي، واكد وجود نظامين مختلفين بين فرق الدوري السعودي احدهما يضم الهلال والنصر. يحاول من خارج المنطقه القوية، خلينا نتكلم عن الاتفاق بعد العودة للدوري السعودي، كيف شاهدت الاتفاق؟ لقد بدأنا بداية جيدة، كان يجب أن نفوز في جميع مبارياتنا منذ استئناف الدوري، لقد خسرنا من الاتحاد وتعادلنا من الفتح رغم أننا كنا الأفضل وأكثر استحقاقا للنقاط. نلعب بشكل جيد، نركز على جميع المباريات منذ العودة، كما بتنا أكثر فاعلية في المناطق الهجومية. طموح الإدارة الاتفاقية الوصول إلى مقعد آسيوي أو المراكز المتقدمة، هل ما زال هذا الطموح موجود أم ترى أنه صعب جدا؟ بالتأكيد الطموح الكبير موجود، لقد أضعنا العديد من النقاط في بداية الدوري، لكن عدنا بشكل مختلف وكفريق جديد بعد استئناف الدوري حيث حصدنا نقاطا أكثر. الفريق الآن يسير في الطريق الصحيح، فزنا في المباراة الأخيرة على الرائد وبقي أمامنا ثلاث مباريات، يجب أن نكمل بذات الطريق، نتجنب الأخطاء لنحدد مصيرنا في نهاية الموسم. ومتدين الدوري بسبع نقاط. أوه للأمام، جول جول جول، نعم، خامس، خمسة للاتفاق، خمسة. تكلم عن مستوى نعيم، نعيم من أفضل النجوم اللي وصل للدور السعودي، هل قدمت كل ما عندك أم تحتاج إلى وقت لتظهر أكثر؟ بالتأكيد أنا بعيد عن مستواي الحقيقي، لقد أثرت علي الإصابات بشكل كبير، كما أني أحتاج لفترة من أجل التأقلم، فالأوضاع والكرة تختلف بين الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، لكن يجب أن أواصل اللعب والتمرن بقوة حتى أقدم أفضل ما لدي، وهو ما بدأت على عمله في الآونة الأخيرة. لقد تمكنت من إنقاص وزني في فترة التوقف وأنا حاليا أسير في الطريق الصحيح، أحتاج فقط لبعض الوقت وسأكون جاهزا. تمتاز بالمراوغات أيضا بالتسديد، الفترة الأخيرة نعيم ما يسدد كثير على المرمى الخصم، لماذا؟ صحيح هذا الكلام، التسديدات قليلة مقارنة بكثرة المراوغات والصناعة، أحيانا أسدد عدة مرات ولكن لا يحالفني الحظ، هذا ما أحاول التدرب عليه وتطوير نفسي فيه. إن شاء الله الفترة القادمة سأكون أكثر نجاحا بالتسديدات البعيدة، خاصة وأننا نحتاج هذا السلاح أمام فرق تتكتل دفاعيا، لذا سأعمل جاهدا على التدرب عليه في الفترة القادمة. مازي محاولة جول ثاني، نعم جول ثاني. إيش رأيك في الدوري السعودي؟ سان شامبيونا كي با فاسيل. الدوري السعودي قوي جدا، هناك نظامان مختلفان بين فرق الدوري، نظام يضم الهلال والنصر، فهما فريقان يلعبان كرة قدم مميزة أشبه بكرة القدم الأوروبية، هناك نظام آخر يضم باقي الفرق، هذه الفرق التي تعتمد على الدفاع والركض والمرتدات، لذا يجب عليك أن تكون جاهزا لمجارات الجميع، بعضها يسعى لتنظيم صفوفه وتحسين ترتيبه وبعضها الآخر شعاره دائما حصد الألقاب، لكن كما قلت إنه دوري قوي جدا يحتاج منك بذل أفضل ما لديك لتبرز. بما أنك ذكرت الهلال والنصر، من وجهة نظرك من الأقرب للبطولة، تحقيق البطولة؟ الهلال. بالتأكيد الهلال هو الأقرب لحصد اللقب، لديه فارق نقطي جيد عن النصر، تبقى له فوز وحيد ويحصد اللقب. أعتقد أن الهلال يلعب بشكل جماعي أفضل من غيره، بينما يعتمد النصر على الفرديات بشكل أكبر، لذا الهلال بات قريبا جدا من الفوز بالدوري. الهلال كمان متوسط النصر، même si si ça ça se vaut mais voilà. ايش رايك فيه لنعيم؟ لعيب شفته في كاس العالم بعد، ما شاء الله عليه، لعيب زي ما نتابعنا انا حتى من الدوري الفرنسي كان لعيب ما شاء الله. ليه ما جبتوه على الوصل؟ ها؟ ليه ما جبتوه على الوصل؟ غالي غالي غالي. قال ما جاهز. قديش غالي؟ غالي يعني ما فلو بيزاتكم كتار انتم بالوصل. مين قال لك؟ ما في بيزات. مين ماكو بيزات؟ انا باجي هون.